السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفني جيم. اليوم يا جماعة الخير جبت لكم لعبة راجي ان انيسنت ايبك. هذه اللعبة يا جماعة الخير مش لعبة رعب، انزين قلنا شوي نريح من العاب الرعب لان لعبنا العاب الرعب بالشكل فظيع في اواخر الايام يا اخوان. فاليوم جبت لكم لعبة مغامرات يا اخوان، جبت لكم لعبة مغامرات، فخلونا منطب الكلام ومشاهدة ممتعة للجميع. اوكي يا جماعة خلونا نضغط بريس بتن. شي جمال يا اخوان، شي جمال. انزين اللي سمعت يا اخوان من هذه اللعبة ان قصة اللعبة في الهند يا اخوان، فايس. وسمعت المطورين لهذه اللعبة هم هنود يا اخوان، يعني هنود اللي طوروا هذه اللعبة، من كذا قصة اللعبة في الهند اتوقع، ما متأكد. ايش معناته هذا الصورة؟ لا هذا ما صورة، شكله هذا ظل ولا ايش. اوكي انا بقوم، يعني هي بتقوم. راجي اتوقع انثى، هذه انثى مش ذكر يا اخوان. بالضبط هذه انثى، قامت راجي، قامت يا اخوان. صراحة الجرافيكس ما عليه كلام يا اخوان، الجرافيكس ممتاز. قولوا ويني، مين قولوا؟ قولوا مسمح، قولوا ما موجود. اوكي يلا خلا. شيء رياح يا اخوان، لو لاحظوا شيء رياح صحيح ما قادت. انزين وش نسوي الحين؟ قولوا ما موجود صح، قولوا ليش قاعد تشوف يمين يسار صح. جوجل قولوا هذا، قولوا ما اسمه، ما موجود هنا. اتوقع لازم نروح ندور على هذا القولوا. انزين وقولوا اتوقع يكون اخوها الاصغر يا اخوان. اوكي فهذا اللي فهمته يا اخوان، شيء لسان كذاك. فبعدين ادخل داخل هذا اللسان يا اخوان، يعني هذا الراس اللي هو راس شيء من الاسود وليش هذا. يا ساتر صراحة يا اخوان، يعني المطورين اشتغلوا. الجرافيكس ما عليه كلام يا اخوان، الجرافيكس ما عليه كلام، يعني ممتاز جدا الجرافيكس. ما توقعت اللعبة راح يكون كذا، يعني مستوى الجرافيكس في هذا اللعبة ما توقعت ابدا يا اخوان. انزين ايش هذا التمثال، ايش هذا التمثال يا اخوان. اوكي حلو، الروح انزين الروح طلع من التمثال يا اخوان. اوكي الحين وش قاعد تسوي هذه راجي، وش قاعد تسوي؟ انا ما عرفت ايش قاعد تسوي. شلوها يا اخوان، حطوها في اليد كذا، يعني حملوها. لا تسوي شيء، لا تسوي شيء. اعطونا سلاح يا جماعه. انزين هذا السلاح هو اللي راح يساعدنا في هذا المغامره يا اخوان. الحين عندنا سلاح فامونة طيبة يا جماعة، فالحين نقدر نغامر. اوكي يا راجي الحين نقدر نغامر، يعني عندنا سلاح هو كما عندنا، كيف تروح تغامر انت بدون سلاح؟ فهذا التمثال يا اخوان ضبطنا، يعني ضبطتنا يعني. اوكي الحين راح. اوكي 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 انزين حرف الاي اذا بغيت. اه اوكي اتوقع دائرة تنزل، ايوه بالضبط ممتاز. بديت اتعلم يا اخوان، بديت اتعلم والله لحد الحين بصراحه يا جماعه. انزين لحد الحين يا جماعه عاجبني اللعبه يا اخوان، وليش رايكم يا اخوان؟ اكتبوا لي في التعليقات ايش رايكم في هذه اللعبه. احس ان اللعبه بصراحه ممتعه والجرافيكس ما عليه كلام، يعني انت ليش قاعد تتكلم؟ انا قاعد اتكلم. اوكي انزين اوكي هنا يبين لكم كيف تتسلق هذا ال ايوه. اوكي اها هذه راجي طلعت ما شويه يا اخوان، مش هينا ذي راجي تحت تتسلق بعده. انزين وبعدين وين اروح؟ اوكي هناك والله ما شفت عاد. لا لا يلا وصلنا. انزين وبعدين مره ثانيه، ايوه مره ثانيه. سمعون سمعون تسمعوا الموسيقى اللي في الباك جراوند، هو هذا الموسيقى اللي اتكلم عنه يا اخوان. انا ليش قاعد اقحم ارجع ورا؟ ايش سالفتي؟ انزين في شيء هنا، وش هذا؟ ايش هذا اللي قاعد يلمع؟ معلش
ولا اريد اعرف. اتوقع الطريق بيكون هنا صح ولا كيف؟ هذه راجي تحولت الى قرد يا اخوان. تحولت الى قرد. الجمب اللي تسويه يعني ما شاء الله يعني ولا قرد. اوكي هنا هنا الطريق يا جماعه، هنا الطريق يا جماعه. في اطفال هنا، في اطفال. بطلنا عكم، انا بنقذكم. انا راجي. انا راجي. يلا روحوا روحوا بسرعه. اذا واحد اسمه ما رجع البيت بيشوف. ايوه شايف انك بو راس، انت اخر واحد ترى حافظنك. انا راسي كبير. هذا ويش ايش؟ ايوه ايوه ما اتوقع يا عزيزتي تقدر تفتحي هذا الباب لان الباب كبير صار. ايوه دق دق الباب صار، ما بيفيدش في شيء. ايوه خلونا نطلع من هذا المكان. اتوقع الطريق بيكون هنا يا جماعه. ففي شيء هنا، هل نقدر نقحم منه؟ لا ما يصير. اوكي ممتاز. مربع يا اخوان اذا بغيت الضرب، مربع اذا بغيت تضربه. انزين فاذا بغيت هجمه يا جماعه ضغطوا على المربع. انزين يلا جامب. والله لا 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 صراحه اللعبه عجبتني، اللعبه يا اخوان عجبتني اللعبه. انزين هنا هنا التمرين يا جماعه، هنا التمرين، هنا التمرين يا جماعه، هنا التمرين. اضرب كذا. اوكي فايت راجي. اها مثلث اذا بغيتوا تعملوا اللي هو هيفي اتاك يا جماعه، مثلث اذا بغيتوا تعملوا هيفي اتاك. اوكي اوكي اها اوكي اوكي. ايه اذا بغيتوا يا جماعه وش اسمه ذاك، اذا بغيت تشدوا يا جماعه. جانا واحد يا اخوان، جانا واحد. تعالي تعالي يا حبيبي تعال. لا لا اوكي هذا بعد ما مات. ابلع ابلع يا عزيزي. اه كذا يعني الشريط بيكون يا اخوان. هذا ما يموت، شفت الهلف مالي وين؟ اه هلف مالي تحت هناك. اوكي داري 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 خلص، خليني اخلص عليه كذا كذا. اذا بغيت تخلص عليه حلو. مات يا اخوان. اوكي اها تصور وتعق. اوكي ممتاز. بديت افهم يا اخوان، بديت افهم، بديت افهم، بديت ادخل في الجو يا جماعه، بديت ادخل في الجو. اوكي في حركات ثانيه. اوكي كيف تضرب؟ لحظه انا ما عرفت. ها ايه ها اوكي اكس. اوكي 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 اي واكس يقول لك كذا. اوكي جيو جيو يا جماعه، جيو جيو جيو. هذا ضربني ضربني هذا الزباله هذا. تضحك تضحك يعني الباك يضحك هذا الشيء. تضربني قاعد تضحك. لحظه ابلع كذا وابلع. ايوه ايوه بديت اتعلم ترى، بديت اتعلم يا عزيزي. تعاني يا عزيزه، انت خلاص ميت حبيبي، انت خلاص ميت. لكن اللعبه يا اخوان ترى مش سهله يا اخوان، اللعبه مش سهله، اللعبه يا اخوان مش سهله. لا ابدا ما سهل اللعبة. انزين بطلناهم يا اخوان. بالغم هذا البداية فقط، الحين نبدا، الحين نبدا يا جماعة. هذا كان تدريب بس، ترى هذا كان تدريب يا جماعة. هذا وش كاس يعقل لي؟ يا حبيبي ايش كاس تعقل انت؟ قانك انزين قانك 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 تعق تعق ليش؟ تعق ليش يا حبيبي؟ واحد مات؟ انا قانك؟ لحظة قانك 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 انا حبيبي قانك. هو اللي قال. اوكي والله انك كيكينج. سالفه فيها شوتات يا اخوان، سالفه فيها شوتات. اوكي اتوقع الطريق بيكون من هنا. هنا راح يوضح لك كيف تتسلق الجدار، لكن ما قالوا لي. اوكي اوكي اكس يا جماعه، اكس يا جماعه. اوكي شفتها وش تبغى تسوي؟ ترى هذه راجي. تعرف تعرف كيف تتسلق؟ هذه قرد، قرد لكن بهيئه انسان يا جماعه. اها اوكي سالفه ننزل تحت ممتاز. زين كيف اذا بغيت ايوه كيف بغيت لا لا لا
يا حبيبي يا حبيبي. اوكي دايره دايره يا جماعه دايره، اذا بغيت تتزحلقوا انزين. مره ثانيه تدريب. اه في حركات. اوكي اه كذا كذا. والله العظيم اللعبه طلعت يعني ممتازه يا اخوان، اللعبه ممتازه. يا قايد رقيه يا عزيزي عزيزي، تعال تعال باغي اقرب الضربه. تعال تعال ايوه تعال ابلع. اه يتشوط ها يتشوط يا اخوان، لاحظت هذا الشيء انه قاسي يتشوط. اوكي تعال 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 يا حبيبي، كيف ضربني؟ ايوه تشوط تشوط واضرب. انت لا تتدخل، انت لا تتدخل يا حبيبي، انت لا تتدخل. ايوه انت ليش تتدخل؟ انا قاسي اتضارب مع هذا مع الزريبه اللي معك. ابلع ابلع يا حبيبي، ايوه تعال كذا تشوط وابلع. ايش رايك؟ ايش رايك يا يا ابو راس؟ ايوه شكلك مصدع انت. ماندلاشا، وش هذا ماندلاشا بعد؟ اوكي وش هذا؟ كنترول، وش هذا كنترول؟ روتيت سيلكت. اه شكل هذا لغز يا اخوان. اوكي 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 يا جماعه. اوكي الاول ضبطناه انزين، الحين اتوقع لازم نضبط هذا. ايوه نجيبه هنا كذا حلو، وبعدين نضبط هذا. اليدين اتوقع بيكون هنا بالضبط، ممتاز. عاد هذا الاخير اللي هو الصغير هذا ترقعه هنا وتحطه هنا، ممتاز. حلينا اللغز يا اخوان، حلينا اللغز. اوكي الحين زين، وبعدين وش فائده هذا اللغز؟ ما اعطاني شيء ترى، ما اعطاني شيء يا جماعه. هذه قاسه تطبخ مسمذكه شباتي، ولكن ما فادني شيء هذا اللغز يا اخوان، ما اعطاني شيء. بنكمل طريقنا، هذا اتوقع بس كان كذا يعني من دون فائده، فقط يعني اذا بغيت يعني اذا بغيت تحل اللغز تحله، اذا ما بغيت تسحب عليه عادي يعني. هذا اللي فهمته. انزين اللي خذيته يعني هذاك كان فاكهه، فاكهه الشيطان قالت. هذا مال وان بيس يا اخوان. هنا الطريق يا اخوان، هنا الطريق. اوكي بعد شيء تدريب. اوكي يعلمونا شيء، حركه ثانيه. تتسلق الجدار وتضغط اكس، ممتاز. اوكي في حركه، في حركه ثانيه يا اخوان، في حركه ثانيه. يا ساتر، لا 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 لا، لازم اقرب لازم اقرب لازم اقرب. اوف ممتاز يا اخوان، ممتاز ممتاز. لا هذا ما سويته، لحظه هذا ما سويته. ايوه ليش ما ايوه ابلع. يا ساتر على الحركه يا اخوان. تتذكروا الفاكهه اللي حصلناها قبل شويه يا جماعه؟ هو ذا، هو ذا الفاكهه يا اخوان، يعطيك هذه الحركه، يعطيك هذه الحركه يا عزيزي. والله انه فتاك، والله انه فتاك يا اخوان. تعالوا تعالوا هنا تعالوا، ما قال لك تعال يعني تعال يا عزيزي، انا ما فاضي الحين. ايوه تعال 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 هنا تعال ابلع. والله حركه فتاك يا اخوان. ايوه كيف كرشك يا حبيبي، كرشك. قلت لك سوي رياضه، ما بغى تسوي رياضه. ايوه وانت بعد، وانت بعد سوي رياضه. خلا يلا مع السلامه يا جماعه، مع السلامه. اتوقع هنا يا جماعه الخير افضل مكان ننهي هذا الفيديو يا جماعه، راح ننهي هذا الفيديو في هذا المكان. واكتبوا لي في التعليقات اذا كنتوا حابين اكمل هذه اللعبه يا جماعه، اكتبوا لي في التعليقات. كان معكم عادل من قناه انفين جيمنج، نتقابل ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.